Sample chromatogram. هنا هندرس ازاي لما بنعمل chromatography بنشوف ال solids على different levels. زي ما انتوا شايفين هنا عندنا mixture اللي هو number 3 ده، هعمل لكم هايلايت عليه. ده mixture، الدوت محطوطة اهي او المكستشر محطوط هنا. المكستشر ده لما اتحط في السولفنت ابتدى البارتكلز اللي جوه السوليدز اللي جوه تتحرك بشكل مختلف بيزد على السايز بتاعها. كل ما كان البارتكل سايز بتاعه اصغر كل ما اتحرك بشكل ابعد او اكثر، وكل ما كانت البارتكل سايز بتاعته اقل كل ما اتحول سوري اكبر كل ما اتحول او مشى بشكل ابطا. فهنشوف هنا الجرين هو اتحرك مسافة صغيرة جدا، فنقدر نقول ده ال largest particle size، وده الريد هو smallest particle size عشان كده الريد اتحرك مسافة أكبر. ونقدر نقول ال 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 dot دي هي عبارة عن mixture of green blue dark blue yellow and red. بيجي ساعات أسئلة في الامتحان يقول لك إذا كان ده كان mixture أو mixture ده متكون من إيه. عشان تقدر تقول الماكستشر ده متكون من ايه لازم تمسك كل سوليد وتشوف هو قدامه سوليد على نفس الليفل ولا لا. كاكزامبل الجرين هنا على نفس الليفل مع الجرين، فالماكستشر ده بيحتوي على جرين، بلو مع بلو بيحتوي على بلو، يلو مع يلو على نفس الليفل فبيحتوي على يلو، ريد مع ريد على نفس الليفل. طب اكزامبل لو انا كان عندي هنا مثلا اي حاجه، يعني كان عندي هنا اي سوليد تاني مثلا ومش موجود هنا، معنى كده ان السوليد ده او الماده دي is not part of the mixture. تمام. طبعا في الامتحان مش هيجي لنا الكلام ده colored، انا بقول لكم هنا red مع red ويلو مع اليلو، بس في الامتحان بتيجي dots فانت لازم تبقى معاك رولر عشان تشوف اذا كانوا نفس كانوا النقطتين على نفس اللاين ولا لا، عشان تحدد اذا كان ده part of the mixture ولا لا. فالmixture هو ال substance اللي هتلاقيه عنده كذا dot فوق بعض، ده معناه اللي هو عنده كذا سوليد كانوا موجودين في نفس السولفنت. لكن لو عندك دوت واحده بس زي البلو او الجرين او الريد او اليلو واحده بس في الخط الافقي ده، فده معناه ان السبستنس دي بيور.